السلام عليكم متابعينا. تم وصول منظم الغاز الدنماركي. طبعا هذا المنظم يتميز اول شيء بهذا الجيج، نعرف ايش قد بها القنينه غاز، وعندنا هنا النابض مثل ما نلاحظ. هذا الميزه الحلوه اللي هو يكون امان، بس نفصل الصونده من يمه راح يقطع الغاز مباشره. فهسه راح نسوي لكم تجربه عمليه عليه. هنا شكلنا المنظم، بس نفتحه راح يبين هنا عندنا ايش قد بها القنينه غاز. هاي اول ميزه. وهنا عندنا اشتغل الطباخ، هسه اول ما راح نشوف هذا عندنا اشتغل. هسه على هذه الوضعيه راح نفصل الصونده راسا. هنا اصور هسه راسا طفى، بعد راسا فصل عندنا، وراح نجرب هنا نشوف هذا الحساس مالته انه فصل، بعد فصل الغاز عن الصونده. معرض بيه عرض خاص لفتره محدوده. القطعه الوحده، سعر القطعه الوحده 25000، سعر القطعتين 40000، سعر ثلاث قطع 55000، سعر الاربع قطع 70000. توصيل مجاني لكافه انحاء العراق. وهسه راح نثبت لكم انه هذا منتج دنماركي اصلا من خلال الباركود. هنا هسه راح يبين بلد المنتج، بلد المنتج الاصلي الدنمارك. هذا ضمان. طبعا المنتج بضمان سنتين. راح نشوف لكم بطاقة الضمان. هذا المنظم يا واشر للقنينة، اذا مثلا القنينة واشر مالتها تعبان، هذا احتياط. هذه بطاقة الضمان، بطاقة الضمان لمدة سنتين. تاريخ الشراء هنا نكتب، وهنا ختم تاريخ الشراء ايضا، هذا مثل ما نلاحظ هنا. وهذه تعليمات بالنسبة للمنظم، بضمان سنتين، اي خلل اي عطل راسا تراسلونه وتتصلون على الارقام الموجوده ببطاقه الضمان.